شكيب قبلك. هذا هو شكيب. اي حكيت لي عليها، ما عمري ما شفته انا. برجولية يظهر لي انا بلي مجد عطبة، اما ما نحبش نستعرف. باهي مسيو، خلينا نمروك اتو نشوف مع الدكتور ونكلموك على رونديفو. باهي ما يسالش مدموزيل، تو نستنى شويه طبيب. شكون يعرف بلكش يقبلني فيسع كيما المره اللي فاتت؟ تفكرها دالاند، يلزمني نمشي. باهي باهي، توصلني للدروجه. اي باهي. لحظه مسيو ونرجع لك. مش خصك انت ترجع لي. قول لي الباسيون اللي تعرفه من قبل. ما نتفكروش، يمكن جانا مره. عليه خاطر ظهر لي كانه يعرفك. ملي انا هوني جبنا برشا مرضى، ما نتفكرهمش الكل. ما تفكروش. اي باي هكا باي شيحه. ما عادش بكري على طيارتي ونسيب لوتا يستنى فيا، وتوا لور دو بوانت في لامان. في لامان اختي دلندا. سامحني راني ما نقصدش. شنو اللي ما تقصدوش؟ ما علميش اللي وسيم يعرف شكيب الوجه. صار انت خطلو على هذاك، هو وجهه تقلب. يعطيك الصحة سي البيشي، بارك الله فيك. توا تأكدت اللي انا مانيش عاطفة. جوست مصدق شوية وكاو. في الأمان خويا عايش. سي وسيم في الأمان وربي يوفقك. وكانك على دلندا هن عليها. بارك الله فيك. يعيشك في الأمان، يعيشك. احنا شنو خويا سليمان؟ لا تشي كلمه تقال وبرك، على خاطر الحقيقه مني جاء شخشب لي دلندا والخدمه تعطلت. الله يهديه. تو هكا خويا سليمان ما تعرفش الامور وعمايله. تيزي يا راجل يا اخي، مازال فما حب توا. تي انت مثلا، اما خيلك توا تلقى خدمه ولا تلقى امراه؟ توا الحقيقه برجوليه نلقى امراه. تتكلم هكا على خاطر عندك خدمه؟ تصور لو كان جيت بطال ولا نهار من النهارات دخلتك جنات، اضروا لها هكا باش تحطك احنك الباب وتضربك الحيوط وتوفالك الفلوس وترسي لك قاعد. عليه خويا سليمان هالفيل على الصباح. شو يا فوشيكا عايشك، تحب ننصحك؟ القلب ما يدق الا ما المعده تتعبى. هكا خويا سليمان هذا شقول طب النفس في الحب. لو كان نحكي لك على طب القلب والاعصاب اش يقول؟ اللاما تنحي فكرة العرس من مخك تماما. لا يا اخويا ما تقوليش خير، خليني على الاقل عايش بالمية جرام امل في حياتي. ايا تحب نعطيك معلومة تفيدك في حياتك؟ في الحقيقة رانا احنا ما نحبوش بقلوبنا، نحبو بالقشرة نتاع المخ، يسميوها بالسوري لو كورتكس سيريبرال. حتى انا ذاك اش قلت؟ نحكي الكل تخديم مخ. لا يا ولدي، قلت لك القشرة البرانية نتاع المخ، معناتها امور سطحية. هاي تحب نزيد حاجة أخرى؟ لا يا أخوي سليمان ما تزيد شيء، كرهتني في العرس. شكيب اش مرجعك؟ شوية قلق نفساني. اسمع غير ددو، تيوب شكيب. أنستك بيه. هي وينك يا راجل؟ احكي لنا شعار العرس، جبت صغار، خوك عندي تويمة، عمران مصابرة. هي ريس، إن شاء الله مبروك. عايشك، إن شاء الله كيما نروح عندك عاد. مش خص. أما أنا مرة كان مرة واحدة تكونوا مصغاري. صباح خير. صباح خير دكتور. صباح خير دكتور. صباح خير شكيب، وأنا لاباس؟ لا مانيش لاباس دكتور، هذاك علاش جيت نحب نعدي عندك. تتكلم بجدك ولا كل مرة اللي فاتت؟ لا بجدي دكتور، وحالتي معقدة ياسر. بون دلندا، وقتاش عندي أو رونديفو؟ لحداش ونص. تري بيان. أي تفضل سي شكيب، تفضل. دلندا ترى اعطيني فيشه جديده ترى، ولا تعرفش كيفاش عمرها انت وخلت عليها البيرو. عمرها انا؟ اي ماك تعرف الاسم واللقب والعنوان وتاريخ الولاده ونمر التليفون والمهنه اتسيترا اتسيترا. دد شبيه شكيب باش مريض. سي شكيب مريض بالدم، وتسبب لي هو وصاحبك الباجي في مشكله مع وسيم. كي العادة ديما الباجي رد صفت له. تتصور وسيم سافر وهو عارف لانك كذبت عليه. يا لطيف. ريت ماوا. بس سافر من غير مرة، حبيت الوصية على طبلية شوكولاتة بالسيرو وحوايج لك التوامة. من وقتها وانا ضايع وفاشل على الدنيا ومهم روحي. تري بيان. أنت قلت لي كونك نادم.
أما شكون قال إذا عملتها مرة ما تعودش تعمل خطيبة أخرى؟ الأخرى ما كانتش خطيبتي، جوست صحاب. آه، حتى مع دلندا زادة كنتوا جوست صحاب. هذاك اللي ما حبش تفهمه هي، مادام مازلنا ما عرسناش ما تسميش خيانة، يا دوب تتسمى غلطة. أنت هكا ولا دكتور؟ شو يا سي شكيب، العرس ولا في بعض الأحيان عملية إدارية عنده صبغة هكاية دعائية ومادية أكثر منها عاطفية. هذاك إيش قلت لها؟ إما هي في مخها العرس قبل العاطفة، هذاك علاش دوب ما تعرفت على واحدة مخها مش في العرس برك؟ ضعف في غالب. شوف، على ضوء الشيء اللي قلته لي يلزمك ساعة تفهم حاجة، اللي دلندا راهي مخطوبة لسي وسيم وناويين قدرة ربي يعرسوا. يعرسوا؟ أنا متأكد اللي مازلت تحبني، والعرس هذا باش تكون غلطة عمرها. يلزمك تفيقها يا دكتور. اسمع سي شكيب، أنا ما عنديش علاش باش ندخل، هذه حياتها وهي حرة فيها. يا دكتور أنا نحبها، وأنا جاي طالب الصلح والسماح، ما تصورش قداش نحبها يا دكتور. يلزمك تقول لها اللي حكينا فيه الكل. أنا ما حبيتش تسمعني. تحب نصارحك؟ صارحني. أنا كدكتور ما نجمش نفشي بأسرار المهنة. مغلية مكياج ننساها، الحمد لله جيت بالمكياج ولا راني فلست. وكان تشوف الحوايج الدخلة هذيا، تعرف دادو قد يسوم البو. فيش قاعد تتفرج؟ شي مجلة تقدي دادو. هذاك اللي مازال عاد اللي وشكون اللي قاعدة تحلك في عينيك؟ زميلتك. يا شو محليها المشطة، والله لما نقول الميدو يعمل لي أختها. اسمع، أنا هاني ماشية للنصر باش نعاونهم في تحضير التدشين بتاع السونتر. شو صاروا اليوم؟ بيبي برا أصبح هتنخط عليك العشية. والتوامة شكون باش يقعد بحذاهم؟ ولا بالكش باش نخليهم بحذا نصبة فوشيكة؟ لا لا لا، غادي تما كورندير في بيت أخي. أسبوعي بالعربية يزمك تقعد تشد الأولاد. نعم، والتدشين شنو توا؟ باش تعمل لي قضية ومشكلة على طرف بتيفور وشوية جو؟ شخلط؟ صار ثم بتيفور وجو، علاش عملت لك عزوزي تحرمني وتلقت لي التوامة؟ بربي مالاش نقول أنا ما تكلمتش اللي التوامة ملك جين عندي توا أشعرة. هيا برمشي تفقدهم أو كريق جين. بيبي لما تزمش معك النصر وتخليهم عند أمي. يا اخي ماكش تراف السخانه متاع اليوم، وزيد امك تحب تحضر في التدشين زاده. ددو وانت باش تحضر معانا في التدشين اليوم؟ ليه ما نعرفش باش نمشي ولا انا والخدمه. هيا ربي عينك خليني نمشي، حتى انا زاده ما عادش بكري على خدمتي. الو منو، اهلا، شو حويلك؟ صباح عيشك. اسمعني انا كلمتك باش نقولك ما تنساش عاد راهو اليوم الافتتاح بتاع سونتر دو ميز ان فورم نتاعي. عيشك عزيزتي، بارك فيك. اي ميلا، مرحبا بيهم. اسمع هكا ابارتيغ من الاربعه تاع العشيه راه اوكي، نستناك. اي باي باي. ايا مبروك السونتر نتاعك. واه زينوبه شبيك يا اخي، انت كي تستدعى صاحبتك ما تقولهمش السونتر نتاعك؟ ولا انت غبت على خاطر الريبيرتوار نتاعي اطول من الريبيرتوار نتاعك؟ كان نوامر صاحباتي عباو لي الميموار نتاع تليفوني الكل. سيي فرقتوا لي فلايرز؟ ماما عندنا جمعه ونحنا نفرقوا. يسي في البركه. عارفه اللي عمل عليكم يجي حاسبني. خليني نخش، مانيش نسمع فكره. وانتي سي حمزه عطيت البروسبكتوس لسونيا وصوفيا باش يفرقوهم على صاحباتهم؟ تعديت البلاص، خليت البروسبكتوس عند فوشيكا. عند شكون؟ عند فوشيكا. فوشيكا؟ وذاك يعملوا عليه العباد؟ ما هو سي حمزه مازال خايف من بابا وما عادش يحب يطلع لفوق. يا سالو البنات. سالو. كل شالوغ البرة. اما انا ما طونطون ميدو وقتاش تعمل لي كوبا حلوه؟ وقت اللي نفرحوا بيك عزيزتي، هذيك امك وصاتني وانت اجا وقت اللي تحب نعمل كوب ولا الشامبيونا. كسب هذا فهم نكته لا فيها لمات ولا فيزيك. هيا قوموا معاش بكري، مشيو دوشوا وافطروا بدلوا حوايجكم. هاي ها وانت ميدو شو عملت؟ مريم، مريم قدم لك مريم بوغ لي زانتيم ميمي استيتيسيان من البريمه. عسلامه مريم، تفضل تفضل.
ميرسي مدام زينب. ملا عامله استيتيك؟ اون افي عملت دي ستاج في لبنان في دبي وفي نيس. وشنو هما الاختصاصات نتاعك؟ نعمل ان بو دو تو، نعمل مكياج، كوافور، لي سوان بنواحهم الكل، وعندي سبيسياليتي جديده زاده تعلمتها في فرنسا، هي مش موجوده برشا في تونس، لافرو سوان. شنو هو هذا؟ مدام هذه سبيسياليتي صعيبه برشا، لازمك تقعد تقرا خمسه جمعات بعد الدبلوم. وفات هذه سبيسياليتي فيها كل ما يتعلق بالبوتي افريكان، يعني نعمل لي تريس، نعمل المكياج افريكان. هي قل لي سبيسياليتي هذه ماشيه مليحه؟ شنو ماشيه؟ فوق ما تتصور. قلت لك مدام ميمي هي اللي تلزمنا. يا اخي شبيك تابح بالدكتور؟ ضغطك عليه وزنه. ولا تعرف ايش يعمل كيفي انا؟ اجا كاع بزوري وحط وزنك مع الباب وتصنت. عليه يا اخي انا شنو فيهم مش احكيو. يا وحيدة جاية معينة ما انت علاش تسأل؟ تعرف ما انا قريت في مجلة سيدتي الجميلة قالك نحب الاولاني يقعد ديما القلب منه يعاني. شنو هي هذي؟ مطلع نتاع غنية؟ بنت شكيب قرأته برد مرة ولا؟ أنا سي شكيب من وقت العاملة متاعي وشطبت عليه بالقلم الأحمر. قلم الأحمر؟ صار هو عندك وأنا نلوج عليه. بون سي شكيب كي أنت شد صحيح على بروشان. بون تفضل خذ موعد باهي ولا تو نكلمك أنا في التليفون على الموعد الجاي. داكوردو؟ داكوردو. قداش يلزمك دكتور؟ لا لا حتى شيء. 40 دينار. قولي انت شو يعمل هوني هذا؟ عزوزتي خلتني نحس على التوابه. يا اخي انا جبت تلكي تلكي هوني باش كان يفيقوا نصبحهم وما غير ما نغيب على خدمتي. ريت شو شو قداش عندهم رقدين؟ بالصباح. بالصباح؟ والله شميتها. شنو شميتها؟ البهامه والتصيكه بتاعك. في بالك اللي قاعد تستعمل في توكي ووكي بالمقلوبة؟ هذا الليميتر والريسبتور اللي به الفايدة باش تسمع به ولادك حطوا عند روسهم. ده 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 يا خي انا فيش غلط. برا خلط على ولادك راهم من بكري يسمعوا فيك تو هما يفسروا لك. ما تفجعوش يا بابا جاتو. هاي تفضلي تاتا دوجة هاي. اوه ميرسي كلثوم عايشك. قل لي اختي فضيله مازالت ما حضرتش؟ هي قاعده تبدل في حوالي وهيجي. وانت ايش حوالك لبسنا عليك؟ هكاك يا كلثوم نحس في روحي مدقدقه شويه. ما تخافيش ما تخافيش شويه كبروا برا. شنية كبر؟ نو مي سان فابا انت انا كبر زاده. وا هكلي مازالت راه في عزوزه قدامك. مي تعب على خاطر عندي نارين وانا فيها السخانه نفرق في لي بروسبكتوس نتاع بنتي. أكلك واخذ متاعين تصور متاعين حنوت مدام زينب؟ والله أنا قد ملحلحت به قلت له أعطيني كميشة نفرقها من سيدي تاود في الحي متاعنا لخي دبريك كلايونيت خوتي ما بتش. نو كلثوم أنت على خاطر الحي متاعكم بعيد عن الحي متاعنا دونك جماعة حومتك يبخلوا باش يجيوا حتى للنصر فلا. ليه يا مرا ليه؟ ليه باللي خدمته لي نحكي حي نصر الجيراني ولوا يجوا يتفرجوا في الفاترينات ويتفرجوا في الخلق. اهلا اختي دوجة. اهلا مرحبا اختي. هاك ما قصرتش جيت بكري. اش تحبي نعمل ما يتاكد ويتعاود لزينب بيان سور. تعرف كان ما جاتش بنتي امني جو تجوري سور لا تيت دو ما مير الى نخرج فيها السخانه. يا بنتي انا بيدي توكد عليا وتعاود. امي فضيله عايشك البس حاجه سوري شويه يعجبكش كاني راتني مشيت لها بفوطه وبلوزه كنا نلحق عيني نشرمها. ريت ما هو انا الحق زينب زهرت لي كيف اللي تبدلت شويه من اللي حولنا للنصر. ما تعمل جارها خير من اللي تحول باب دارها. اختي فضيله تحب نضحكوا شويه على العشيه؟ دكتور توي ما لاباس؟ جاب ربي جاب ربي فقط بالتركي والكي مقلوب كي مخ مولاه. هيتك الطفله صابره فحمه بالبكاء. هاكا خليت اسبوعي بدلها في الكوش
وجاب ربي سكتت. ايوه عمران. لا عمران، عمران هذاك عاد طالع لعمه صبوري وما يتشوكاش. تعرف وقتاش يبكي؟ وقتاش يتفكر كريدياته؟ ان شاء الله بركه ما يطلعش لعمه غارق في الديون. قل لي دلندا، ماشي معانا التدشين ما على خاطر زينب؟ وبالطبيعه انا شادين صحيح باش تشرفنا. اي دكتور ماشي، اما عندنا حتى رونديفو العشيه. بلا ستون بيان، اتا نمشي وانا وياك راس راس. حاضر دكتور. وهكا كنزيدو نحكيو على شكيب نتاعك. شبيه شكيب؟ شو دلندا لندن، هاو باش نعمل اكسيبسيون صغيره فيما يخص المهنه نتاعي. كي تجي تشوف يلزمني نحكي معاك على خاطر عندك دخل كبير ياسر في العلاج نتاعو. يا اخي شكيب من جد مريضه؟ من ناحيه مريض مريض. ما تصورش قداش ندم على عمله الحموم اللي عملها. ما تقوليش مازال شهاده صحيح لي انا السبب. شو توا حسب كلامه هو، حسب نظريته التجا لمراه اخرى على خاطرك، على خاطرها عكسك انت. مش صعيبه انت عاد حقه يعتز بالشيء هذا دكتور، مش هكا؟ هكا هكا حقه يعتز. ماشي يا خويا، اسمع اخر لقطه. باجي قال لك جماعه اليوم العشيه عاملين تدشين بتاع السونتر في النصر. يا باجي اكل ولاد حمزه جاب لي استدعوات باش نعطيهم للبنات، وقال لك احنا مانيش مستدعيين. احسن يا اخي، ما برد الدم وانا نتكلم فيه وهو ساكت. تشبك مقبله ساكت يا باجي لاباس. لازم الطنباك تكيفي من ندي يا اخي. فشلك عندهم الحق، ما استدعونيش. ما تعرفش اللي انا عتبه. انا في بالي صباح بركه. جاك شويه اللي صبح عليا تراسلوا في مشكل. تعرف يا باجي الحكايه هذه فارغه وافرغ من فارغه، وتفدليك حاشاك ماستر على خاطر انت لك عتبه خويا ولك ماده. زعما فشيك؟ شنو هي زعما؟ ولا كيما نحكي لك يا باجي، في الحكايه كل زهر. انا مثلا عمري ما صبحت عليك وبعدها صارت لي حاجه خايبه. انا التابعة تتبع فيا بطبيعتها من اللي انا صغير. هنيتني ابو شيكا. هاي اخوي اعمل جبدت عشيشه سيدي واعمل رشفه من القهوه. عايش مجبور. تعرف كيف ما قلت برجوليه ما حقهمش. شنو اللي خرجوا فيك حكايه عتبه هذه؟ لا ما استدعوناش للتدشين بتاع السنتر. هاو بيجي صاحبي بالحق اللي نعرفه. يا اخي احنا ماناش بتاع سنتراجات ولا بتاع سنتروات ولا ماناش بتاع حي النصر. اسمع وست سقسيتك لوليد حمزة قال لك عاملين هيلة من كبير. يزيع والله كيما نحكي لك يا باجي، قال لك أختي زينب مستدعية أكثر من 100 رقبة هكا تو على زوز رقابي باش يفقروا. ريت ماو يا باجي خويا تو أنت ما استدعوكش، مفهوم علاش. أمانة شو عملت لهم؟ شو تقصد؟ حتى شيء؟ هاتها. هيا يا شيف كوجيني اسخنش هالفطور المحنون. يسخن وتكلم بشويه ما تعيطش لي خبوني كزوز ابواق. شنو هي ابواق؟ خيط ما بشحها هالكلمه، تنجمش تقول وليداتي الصغيرات البيبيات. وش بيك؟ ما تحشمش لابس تابليي روج باش ما نبقاش حوايجي ما تجيبيهم للتدشين. شنو هي؟ تدشين والبيبيات؟ مش قالت لك عزه ما تخرجهمش في السخانه؟ تنزلوا في التاكسي عنده كليماتيزور. وباش تقدم توا زوز بيبيات وحدك تتي يجعلك تهز طحشك. ما دلندا يا زاده ماشي للتدشين تو يهز واحد ولا يهز واحد. اسمع اسمع يا من فضلك خلي الطفله رايضه. والله بالعكس يا زيد خويا تحبوا بصغار وتموت عليهم. باهي يا سيدي تري تري بيان، توا مالا ناخذوا ثلاثه مع بعضنا تاكسي وتو دلندا تشد بيبي وانا نشد بيبي. اي وين شد؟ انت تشد راس الشيفور وتشد الساك وتشد في التابلو دبور على خاطر اقل كود فران راسك يصنع في الباربريز، حتى لين يخموا نهار يصنعوا اسبت جدد يجيو قدك. سعيدك هاكو شديد بالعديد حتى الفطور شد. باب 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 نانا حسي لوحدك في الوارة. طول عمري وانا نحلم باش نعمل مشروع ونقف ورا كيستو. ملا تفهمنا مريمة ومرحبا بيك في الليكيب. متفهمين مدام،
وان شاء الله الخدمه تمشي، هذيك الفايده. هيا ميمي نعمل لك دوره في السنتر. يا اخي فوفا ويني؟ خرجت قالت باش تحضر روحها للتاتشي، مشيت للدار باش تبدل حوايجها، ومن بعد باش تمشي يا اختي للشاشا ولا شوشيت، والله ما نعرف، باش تعمل مشطه وتجي. يا فضيحتها وفضيحتي، نهار تاتشي للسنتر تمشي تعمل مشطه في سنتر اخر؟ فضيلة ماما شنو اللي لابسينه هذايا؟ هذا اللي نوصي فيكم؟ يا تفاجأت جبت عليها فينو بمشي لي نفدلكو برا لم كنتي نايك انزغرت بالرسمي مش اني نفدلك. واي واي صمع عندكم توت يا محليها فاستك مدام زينب باش تعملوا افتتاح فرقة بتاع التراث. سي ميدو التراث اليوم غدوة يجيه نهار ويولي موضة، اش قالت اختي دوجة؟ ايكي نعملوا له عاد شوية روتوش بيان سور. هيا يزيوني توا متفدليكم مشيو معايا نحضروا البوفي. وقيت. شبيك تفجعت يا رشا؟ سي طيب اش مجاي قصدي اش مخرجك فيها السخانة وخي؟ أنا سخانة الكهرباء كليماتيزي، أنا جيتك باش نمشيو للتدشين مع بعضنا. أنت علاه تشقي في روحك عليه؟ برك الله التاكسيات موجودة بزايد. ما فما حتى شقا، أي برك نمشيو، البنية تالاندا تستنى فينا. هاي حق قلت لها باش تمشي معنا يا سي فري. أنت هوني؟ باقي مخلي صغارك وحدهم؟ لا ما تخافش، المرة دي باش ما نغلطش، جبت رسمت روليميتير مع بعضهم. يا اسبوعي، يا اخي تكلم بجدك. قداش كنت غفاش؟ نفدك معايا فيني خويا، صغيراتك محاضرين في الصالة يستناو باش نخرجوا. عشرة صغار جايين معنا؟ جاب ربي جيت عليك سيفن، هكاك نركبوا كلنا مرتاحين. يا سي طيب صار انت عندك كسابنا؟ حتى لا شيء نركب فيها. يا لا تو تركب فيها وتسوقها زادة. خلاص تمشي تو انت. دكتور جاب ربي خلط عليك. ما لاباس ازاي؟ منين لاباس؟ اسمي نحكي لك اش صار لي دكتور. اسمع خويا انا توا ما نجمش خاطر عندي موعد لبرا، كان تحب ارجع غدوه. غدوه شوف تخلط عليا حي ولا ميت. دكتور كان ما نحكي لكش اللي في قلبي. لا ما نعمل في روحي اسمع دكتور. هدي روحك هدي روحك هدي روحك. اي تفضل تفضل. يا جماعه يظهر لي باش تستناوني شويه ولا غالب هكا مقدر علي يا ربي. سليمان وي ما حدش بكري زين بتوصي وتعاود باش نشوف الوقت. ايش نعمل يا سي طيب؟ تعرفوش كيفاش انا قاعدين مع الدكتور سليمان وانت يا سي طيب اسبق مع اسبوعي ومع بيبيات. انا ذري الحل كون ودادو تسبق مع سي طيب باش نوروا له بالتدشين وانا وسيدي خويا ناخذوا من تاكسي. يا سبعون قديك جونتي. هاو الكلام المعقول اتو تالا ما عندك البرمي؟ بيان سور. عطوت الور. يا سيدي خويا برا تلعب البريد نتاعك وتهنى على الصاله هاني وني. اسمع انت تسكر فمك وتمشي تتمصبر بعض صغارك ما كانش بالله العظيم تو تشد. اش خاطرك انا سيدي خويا؟ اك السيفن يا مش بكشي هذاك خويا اللي قعدت نستنى معاه. شبيه توا ما جاي حد هاك تشوف كي تكون ناموسه ما دخلتش. تيان هاي ناموسه شرفت للتدشين. اوبس خساره قتلتها. ميدو مش وقت فدليك راه توا. ماما يا صاحبتك وينهم؟ عزيزتي تعرفهم صاحبتي كي تسخن عليهم الدنيا يركشوا في ديارهم يخافوا من الكانيكول. يظهر لي طلعوا كي صاحبات فوفا يخافوا من السخانه. قول لي يا اخي مش كرهبهم كليماتيزي؟ صاحبتي الكل كرهبهم لوكس والكليم ان سيري دو كلهم يسكنوا في البوليو. شكون هي المهبوله اللي باش تخلي النسمه نتاع البوليو تجي هوني تتشوشه في حي النصر؟ حتى نوره ساقها ثقلت. ليه المغبونه فرقت البروستيتيس معايا. فلايرز عايشكم فطاير ولا فلي اوكا ما جابوا حد. كمل لي الحكايه كم عاد لا بوفر تاع الاولاد دي زامبول في ساقيها. بربي سامحني تنجم تقولي لي زامبول قدام الشمعه فيهم؟ يعطيك ميدو معناها ساقيها نبلت
خساره كان جبتها انا عملنا لها مساج وبيديكور. هاي المساج فهمناه والبيديكور شنو هذا؟ اميامي بيديكور يتشلل ساقيك من غير ما تنشفهم وتخليهم في البانو، بعد تخلي الماء يلعب تحت ساقيك. لا بيديكور جاي من بي معناها ساق، وكور معناها نقاهه، واللي يعمل بيديكور يسميه بالسوري بودولوك. الو وي تيبو، تي وينك يا اخي؟ تي عندك ساعه من اللي قلت لي راني خاش من البيرو. باهي باهي داكو دوز بروحك. اوكي يا عبا. تي الراجل عنده درج من اللي خرج من البلاص. هو دلندا. اي درج مع دلندا عندي لنا ساعه. امي فضيله يا اخي نسيبتك وكنت كوينو. عزه مشات توصل في الماء عند الدار. واختي جنات قالت باش تقيل شويه في بيتي وتجي. صح عليها والله شيء هكا نقيل تحت باراسول على حرف بيسين. ماما مش توا يا زينوبه نحكي على نهار اخر. نانا يا اخي ما رقدتش؟ وشكون باش يرقد في هالسخانه هيك؟ علاش ما خدمتش كليماتيزور؟ ولا الاخرى حليت الشباك راه دار شويه هواء. كليماتيزور من عشان خدمة والشباك حبيتش نحلو على الحس. يا بنتي راك في حي النصر مش في وسط البلاد، حومة رايدة تشره لا فما حس ولا فما شيء. والله قلت الحق، قديش عجبتني الحومة وش خصو كان جيب بلاصتي هوني. ما سهلو، ما وترسيلك كل عام تبيض وتصليح. يا اخي ماكش ترى في البلاصات هوني كيفاش. عندك الحق، خلي غادي في وسط البلاد بعيد على العينين خير. يا اخي توا مازلت ما وصلتش. اي لازم منه الباسيون. شفت ما هو ديما خدمتك ابجل مني انا. باهي باهي. لا مازال ما جا حد حتى من صحاب فوفا جبدوا بها. قولي صاحبك هو مازال كخلات هو الكاتبه نتاعك زعما علاش بطاه؟ الو الو شو كي علق عليا؟ الو اش عملت؟ ناقلي بيخلط تعرف كبيت له سعده في التليفون. لا انا كبيت له سعده اون لايف. ملا ساعه غير بعب اللي كسيفر باش يخلط من وسط البلاد الهوني قال شنو وقع سيركولاسيون. يا ربي توا هكا ما يحضرنا حد للتدشين. يو صفو زينوبه من التدشين. المهم امبارح كيف الدولاب يدور اوه يما مشاريع هكا تدشنوا وبعد ما يوفى التصفيق تبقى ديجا قولي تشد تخته وصفو. هيا بابا شمل على ولدي بابا شمل. هات عليك خويا سليمان هات. شمل على ولدي. شوك الحالة تفرج سوريا. ياه هكا عمر هكا سورية عمو. حتى انا راهو صابرة بس خذ لي سوريتي. تو ما يسالش باش نعملوا لهم صغار تمخذوا في التاكسي. قلت لك قلت لك ما كركرهمش معانا مازالوا صغار. قلت لك حتى انا قلت له اما ماك تعرف خوك يصحح راسه. وانا شي بدل سوريتي قبل التدشين. عندي السورية هنا خبت لها قبل التدشين. يظهر لي برا امشي فركس في خزينة امك. بسم الله بسم الله بنتي بسم الله توحشت امه يا ربي بسم الله. اخرج عليا ما تحشمش عليا. سمعني خرجينا انت في باليش بك ما تلفع وجهك. شكون حد عليا الباب شكون؟ شنو هو؟ الا جنات